الله الرحمن الرحيم. راح اطلب الساده الحضور، اهلا وسهلا بكم في وسط الغرام. طبعا لم يكن في الامكان عقد ندوات سقف التثقيفيه ورش عمل الا بدعم ومسانده قائد مؤسسه العريقه الاستاذ عبد المحسن سلام، الذي تتواصل مسانداته لكل عمل مفيد ليس للساده العاملين في حزب بل لشارع الصحافه المصري كوننا مناره ثقافيه ومؤسسه اعلاميه رقميه. ومن هذا المنطلق وفقا لسياسه المؤسسه الخاصه بالتوعيه وتثقيف العاملين لتنظيم ندوات ورش عمل من خلال الخطه السنويه لتنفيذ تلك السياسات في اداره التعليمات الخاصه بالسلام والصحه المهنيه، ومنها بالطبع الحفاظ على البيئه، بالتنسيق مع الاستاذ الدكتور محمود بكر مدير تعليم الاهرام الوطني ونائب مدير عام المكتب الفني للاهرام وعضو لجنه الجغرافيا والبيئه في مجلس العمل الثقافي. يسر اداره لجنه السلام والصحه المهنيه للمؤسسه تحت رعايه السيد الاستاذ عبد المحسن سلامه صاحب الكبير ورئيس مجلس اداره المؤسسه أن نرحب بالسيدات والسادة الأفاضل ضيوف مؤسستنا الكرام. القامة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان المحاضر الدولي زاهر الصيت والخبير المعروف ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بمجلس العمل والثقافة. وهو ليس غريبا عن مؤسستنا، فقد سبق وألقى محاضرة رائعة في ندوة سابقة بعنوان ظاهرة تغير المناخ أقيمت في تاريخ 14/4 السنة دي ولاقت نجاح كبير جدا نشكره عليها طبعا. السيد المهندس إسماعيل هنداوي استشاري السلامة ومدير عام منطقة القيادة التسقية العمالي الحالي وعميد بعد السلامة والصحة المهنية سابقا، وذلك تحت عنوان سلسلة محاضرات التوعية للتغيرات المناخية الذي يأتي ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة تحت رعاية أستاذ نجدين الكيان وزير الثقافة ومتابعة أستاذ الدكتور هشام عزم الأمين عام المجلس الأعلى للثقافة بمناسبة استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المؤتمر 27 لأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة تغيير المناخ. في البدايه طبعا هيبدا الاستاذ المهندس وائل زكريا نائب مدير عام شؤون الانسان والمشروعات ورئيس لجنه السلام والصحه المهنيه اللي فعاله بصراحه تغيرت المفاهيم تماما وابتدينا ندخل في امور جديده علينا ك يعني هو بيشجعنا بصراحه نعمل ادوات وورش عمل وهدف. اتفضل يا استاذ. مساء الخير على حضراتكم، سعيد جدا بتجمعكم. مساء الخير يا فندم، برحب بحضراتكم جميعا من الضيوف والساده الزملاء. بالاصاله عن نفسي بالنيابه عن السيد الاستاذ الفاضل الاستاذ عبد المحسن سلامه رئيس مجلس اداره المؤسسه. بشكركم على اهتمامكم وعلى تواجدكم النهارده والتجمع اللي يعكس وعي عن موضوع التغير المناخي قد ايه هو فعلا مؤثر. وحتى لسه من شويه كنت بقول للدكتور عبد السميع كان بيستعجل الموعد يعني، فقلنا في دقيقتين بس في زملاء بيخلصوا تدخين، قلت له ان شاء الله بعد المحاضره الوضع هيتغير تمام. هو احنا كنا بنعمل حاجه ضد البيئه لكن ان شاء الله الوضع هيتغير بعد يعني هيبوظوا البيئه الاول بعدين يجي باذن الله يصلحوا البيئه. وبنشكر طبعا الدكتور محمود بكر على التنظيم والاعداد لفائده المؤسسه والحضور. نشكر الدكتور عبد المسيح على تواجده معانا واهتمامه، والمهندس اسماعيل الهداوي، وباذن الله يبقى جلسات او ندوات بتتكرر دايما لصالح المؤسسه وصالح بلدنا ان شاء الله. متشكرين لحضرتك. شكرا يا باشمهندس. الدكتور استاذ الدكتور محمود بكر هو بصراحه صاحب الليله، انا بسميه صاحب الليله، هو الوحيد يعني بصراحه اللي مهتم بموضوع السلامه وحمايه البيئه في المؤسسه، وما شاء الله بجهوده تعرفنا على الدكتور استاذ الدكتور عبد المسيح سمعان وراجل ما بيتاخرش علينا. فكلمه الاستاذ الدكتور محمود بكر مدير تعليم الاهرام الوطني ونائب مدير عام المكتب الفني للاهرام وعضو لجنه الجغرافيا والبيئه في مجلس العمل والثقافه. هيكلمنا على المناسبه بدور الاهرام الريادي في مجال الحمايه البيئه والسلامه والصحه المهنيه والتحديث الصحي المحلي. اتفضل. السلام عليكم. صباح الخير. بشكر الاستاذ حسام، بشكر المهندس وادي. بنشكر جميع الحضور اللي قلنا النهارده ان شاء الله استفادوا استفاده كويسه. احنا الحقيقه في اطار الجهود لكل مؤسسات الدوله
والناس بتستضافه في مصر بكل 27 شرم الشيخ والبنجر القاضي. جريده الاهرام متمثله في لجنه الصحه والسلامه المهنيه بالتعاون مع مركز الفعل الاستضافه، قررت ان هي تنظم النهارده ندوه نستفيد منها عن تداعيات تغير المناخ ونتكلم عن التكاليف والتخفيف الخاص بقضية تغير المناخ. معانا النهارده اللي شرفنا الدكتور حسين سمعان استاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس ومقر لجنة الجغرافيا والبيئة المجلس الأعلى للثقافة. هذه الندوة برعاية الأستاذ عبد المحسن سلامة ورعاية الدكتورة وزير الثقافة والدكتور هشام عزمي رئيس الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. وبنرحب النهاردة بضيفنا المهندس معين الجداوي اللي هيدينا محاضرة قيمة عن الكون المحمول الموجات الطاقة المغناطيسية. نتمنى ان انتم تستمتعوا بالمحاضرات ونترك المجال للدكتور طيب احمد عثمان ليه شويه عشان شايف الكلمه لكن هيكون الكلمه ماشي. تفضل استاذ عثمان معلش يا فتح حقك لإتاحة الفرصة إن احنا نلتقي مع حضراتكم
في هذه المؤسسة العريقة والعظيمة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع عن يمكن المرة اللي فاتت اتكلمت مع حضراتكم عن الظاهرة وعن المشكلة، لكن برضو خلينا كده في عجالة نقول إيه الظاهرة وبعدين هقول لكم الجهود اللي بتعملها مصر علشان تقلل من تداعيات مشكلة تغير المناخ، وبعض دول العالم كمان هقول لكم بعض الأفكار اللي بتعملها العالم عشان يعني نقلل من التداعيات بتاعة المناخ. طيب خلينا نقول الأول نفتكر مع بعض الظاهرة وتداعيات الظاهرة. أولا، من المسبب في مشكلة تغير المناخ؟ مين المسبب للمشكلة؟ هل الطبيعة أم الإنسان؟ طبعا حضرتك هتردوا الإنسان وطبيعة الحياة، لأنه عمل حاجتين. أولا التصنيع والثورة الصناعية اللي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية، كل دولة ابتدت تعمل بقى مصانع وتصنيع وإدارة وسائل النقل والمواصلات والطيارات في كل انحاء العالم. ده طلع لنا مزيد من غاز اللي عمل لنا المشكله، اللي هو غاز ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. تمام؟ طيب بسرعه كده، غاز ثاني اكسيد الكربون النسبه الطبيعيه بتاعته اللي ربنا خلقها في الجو كام؟ 28% يعني نسبه ايه؟ قليله جدا. يعني الاكسجين 21%، النيتروجين 78%. هذا الغاز لا يتعدى يعني الربع في المية، بس نسبته قليلة جدا. لما كل المصانع اشتغلت في كل العالم والتنمية والعربيات والطيارات طلعت مزيد من هذا الغاز، وصلنا من 280 جزء في المليون إلى 400 جزء في المليون، يعني تقريبا نسبة ثاني أكسيد الكربون اتضاعفت مرة كمان عن النسبة الطبيعية. طيب الناس تقول لك ده يعني تداعياته ايه او ايه السبب ليه؟ اقول لكم باختصار ان اشعه الشمس لما بتنزل بتخترق الكره الارضيه وتصل الى الارض، محدش يمنعها، بما فيهم ثاني اكسيد الكربون. طيب الارض تمتصل العوزاء وبعدين ترجع الزياده. لما تيجي ترجع الزياده ثاني اكسيد الكربون يقول لها ايه؟ يقول لها لا مش هطلعك بره. مش معنى نزلتني مش عاوز تطلعني بره. هو ده السر. ايه بقى السر؟ ان موجات الاشعه اللي هي تحت الحمراء اللي بتوصلنا من الشمس بتنزل بطول موجي قصير. انتوا عارفين الناس اللي بتدرس الفيزياء يعني. طول موجي قصير. ثاني اكسيد الكربون من سماته ان يسمح للاطوال الموجيه القصيره ان تنفذ من خلاله. حلو جدا. مش كده الشمس بتنزل اشعه وتوصل لها. طيب الارض تمتص للعوزاء، تيجي تعكس الزياده، الارض جسم معدن، يغير الشعاع الطول الموجي من قصير لطويل. من سمات ثاني اكسيد الكربون انه لا يسمح للموجات الطويله ان هي تنفذ من خلاله، وبالتالي يبتدي ايه؟ يحبسها داخل الارض. ومن هنا كانت سر ما يسمى بالاحتباس الحراري. مش كده ربنا سبحانه وتعالى خلى النسبه دي ايه؟ قليله جدا. يمسكوا شويه والباقي يجري، يعني لو واحد بيمسك 10 يمسك 2 3، لكن لو 5 بيمسكوا ال 10 هيمسكوا ايه؟ معظم. وهذا ما هو حدث بالفعل، ان لما ضعفت ثاني اكسيد الكربون نتيجه كل الحاجات اللي انا قلتها ابتدى يزيد درجات الحراره على الارض. طيب وصلنا لكام؟ من 1860 لغايه دلوقتي زادت درجات الحراره كام؟ درجه و2 من 10 درجه و2 من 10. طبعا ممكن جدا الناس تتخيل لو احنا كتبنا له كده درجه و2 من 10، لكن انتوا عاملين القصه دي عشان درجه و2 من 10؟ طب يعني عادي يعني، ما بيبقى 37 تبقى 38 تبقى 40، يعني ايه المشكله؟ نفرق ما بين الطقس والمناخ. الطقس حاله يوميه على مستوى مدينه ومحافظه، لكن احنا بنتكلم على مستوى الكره الارضيه كلها.
لما درجات الحرارة تزيد درجة واثنين من عشرة لهم تداعيات، والسيناريوهات لسه ممكن توصل لواحد ونص ووصل اثنين واثنين ونص وثلاثة، لسه في سيناريوهات إذا لم يتخذ العالم إجراءات حاسمة لمنع زيادة درجات الحرارة وزيادة ثاني أكسيد الكربون في المقام الأول. وعشان نوصل للناس الفكرة ممكن نقول مثلا بسيط قوي، لو مثلا لا قدر الله حد في الأسرة درجة حرارته زادت نص درجة، ده يقلق ولا ما يقلقش؟ أو درجة معناها إيه؟ نص أو درجة في قلق إن هو عنده مشكلة. هو ده اللي بيحصل في الأرض. الأرض دي كأنها الطفل اللي هو زادت درجة حرارته درجة أو 2 من 10، وبالتالي إحنا فعلا عندنا مشكلة لأن ده هيكون له آثار شديدة جدا. بسرعة كده زيادة، يعني أنا هجيب لكم حاجة اتضحت ان هي خلال الفترة الأخيرة لسه ما بتتقالش قوي. طبعا احنا بنقول ان التلج هيسيح ومش عارف ايه وهيسيح، لكن في تاني حاجة ان درجات الحرارة لما زادت على الأرض درجة 2 من 10 ابتدى درجة حرارة البحر تزيد. لما درجة حرارة البحر تزيد ده معناها هيزيد كمية البخر اللي بيطلع من البحار والمحيطات، وهيزود كمية السحاب، وهيزود كمية الأمطار والسيول. عشان كده ده بيفسر دلوقتي ليه العالم في الفترة الأخيرة بنسمع عن سيول وأمطار وحاجات كده، لأنه درجة حرارة البحار زادت فزادت كمية البخر فعمل كمية سحاب فنزل عملية وحدث بقى مع الحرارة إنه تعرفين طيارات الهواء لما بتمشي بتظبط السحاب يوم ينزل في المناطق اللي فيها الأنهار يوم ينزل المياه فيها. لما درجات الحرارة اتغيرت شدة الرياح اتغيرت، وبالتالي بقى السحابة تنزل فين؟ المطر مش في المجرى، تنزل في أماكن أخرى، وده اللي بيعمل لنا أزمة وعمل لنا مشكلة إن ابتدت الأمطار والسيول دي بدل مش كده. ده بيفسر لنا ليه حدث جفاف في بعض الأنهار في الصين وفي فرنسا وفي الحتة دي كلها، نتيجة إن المية بدل ما تنزل في المجرى ابتدت تنزل في منطقة تانية. طبعا لما تنزل في منطقة تانية ده معناه انه المناطق التانية دي تغرق لانها مش مؤهلة لاستقبال هذه الكميات من المياه، والاماكن الاخرى تبتدي بتنزل فيها المية تبتدي ان هي تحصل لها جفاف. ده باختصار شديد جدا الجديد في هذا الامر او النقطة في هذا الامر. طيب فكرة التعديل التخفيف والتكيف، الحقيقة التخفيف والتكيف احنا يعني انا شايف الاستاذه هنا لبست الجاكيت، ده فكره الايه التكيف، حاسه ان هي سقعانه فلبست الجاكيت زي ما بيحصل في الصيف والشتاء. احنا بنعمل ايه في الصيف؟ بنخفف شتاء، ده نوع من انواع التكيف. طيب العالم بيقول لو احنا ما قدرناش او علشان التداعيات دي هتحصل علينا، طب ايه الاجراءات اللي ناخدها تساعدنا على عمليه التكيف؟ ضروري ولا مش ضروري؟ ضروري، لان حتى كمان لو احنا لو العالم اتفق ومضى وابتدى ينفذ مش فكره مضى، يعني احنا دلوقتي عاملين نقول ايه بنمضي على التزامات وتعهدات، لكن حد نفذ ولا السؤال، المهم التنفيذ، مظبوط؟ طيب دلوقتي التنفيذ في المقام الاول بيعتمد على سياسات الدول وحاجات كتيره قوي. طيب هل العالم لو ظلت المشكله موجوده هل هيدان واقف مكتوف الايدي ولا يعمل ما يسمى بقى ايه باجراءات التكييف والتكييف؟ يعني ازاي نقدر يعني نواجه هذه التداعيات ونقلل منها؟ على سبيل المثال حضراتكم بتسمعوا ساعات انه الطماطم مثلا ب 20 جنيه. تيجي تسال الراجل بتاع الخضار تقول له ليه ب 20 جنيه؟ يقول لك اصل الحراره عملت ايه؟ ضربت المحصول. وبالتالي الانتاج قل، فلما الانتاج قل فزادت سعر الطماطم. طيب هل من طبعا بالمناسبه كل المحاصيل والحبوب سوف تتاثر بالسلب من تداعيات تغير المناخ، يعني الطماطم اللي كانت تزرع في جو معين لو زادت درجات الحراره مش هتدينا نفس المحصول، وهكذا القمح وهكذا كل فيما عدا محصول واحد هو اللي هيزيد هو محصول بس، اما بقيه المحاصيل طيب هل من الممكن من آليات التكيف ان احنا نزرع بقى، وده البحث العلمي، نزرع
محاصيل نفكر ان هي تتحمل درجات الحراره عاليه وتتحمل العطش، لانه مع وجود درجات الحراره عاليه هيحدث خفض في كميه الميه اللي بتنزل في الانهار، وبالتالي هل من الممكن نعمل ده؟ ده نوع من انواع بنسميه التكيف والتخفيف. فده المسار بتعمله الدول، تفكر ازاي هنزرع محاصيل تساعدنا على مواجهه الظهر. تعالوا نشوف كده، يعني انا هجيب على طول مصر عملت ايه عشان هم قايلين لي تلت ساعه تقريبا في دقيقتين. مش عارف على ساعه مين بس ماشي. طيب تعالوا نشوف جهود مصر في مجال التكيف والتخفيف، ونشوف قد ايه بلدنا فعلا بتعمل جهد في هذا الموضوع. ويمكن كان اختيار مصر لكوب 27 لم ياتي من فراغ، وانما نظرا للجهود اللي بذلتها مصر في هذا الاتجاه. تعالوا نشوف كده، اول حاجه حضراتكم مصر عملت الاستراتيجيه الوطنيه لتغير المناخ 2050، يعني مصر بتفكر ل 30 سنه قدام. وهذه الاستراتيجيه اعلنها رئيس مجلس الوزراء من حوالي عده اشهر، وهذه الاستراتيجيه فيها خمس اهداف. الهدف الاولاني تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات، يعني نقدر نعمل صناعه بس نقلل من الانبعاثات بتاع ثاني اكسيد الكربون. عن طريق ايه بقى؟ دي احد اليات التكيف، ان احنا نستخدم الطاقه الجديده والمتجدده. عندنا نوعين في مصر، عندنا طاقه اسوان بتاع الطاقه الشمسيه من احسن الطاقات والمحطات في العالم، واخده جائزه في الامم المتحده سنه 2019، وعندنا جبل الزيت في ربط الرياح. كمان في وقود يمكن واعد، اللي هو الوقود ايه؟ الهيدروجين الاخضر. بيجي منين؟ من التحلل الميه، لو الميه ده عملت لها مصدر تحليل كهرباء هيفصل لي الهيدروجين عن الاكسجين. الهيدروجين ده هاخده وينفع جدا احرقه مع الاكسجين ويعمل لي وقود هايل جدا. وكفاءته اعلى ثلاث مرات من الوقود العادي اللي هو البترول والنفط. بالمناسبة الدول ابتدت تشتغل في هذا المسار، مصر ماشية كويس جدا وعملت منطقتين استثماريتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، واحدة في بلد السويس وواحدة في السخنة، وماشية في هذا المسار وعملت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بحيث تمد أوروبا بهذا الغاز. واللي متابع مع حضراتكم، ألمانيا منذ عدة أيام شغلت أول قطر يعمل بالهيدروجين الأخضر سرعته 70 كيلومتر في الساعه، وده تقدم كويس جدا. ده معناه انه احنا العالم بيبتدي يدور على صناعات ولكنها منخفضه الانبعاث. ده الهدف الاول. الثاني التكيف والمرونه مع تغير المناخ اللي احنا بنقول عليه دلوقتي. مصر برضه ماشيه في هذا الاطار وهنقول دلوقتي. ثالث حاجه تحسين البنيه التحتيه علشان نقدر نعمل مشروعات لتغير المناخ، مش هنقدر نعمل اقتصاد اخضر وانت ما عندكش بنيه تستطيع ان هي تمشي في هذا الاقتصاد الاخضر الى اخره. بعد كده عشان نقدر نمول الانشطه المناخيه، اخر حاجه تعزيز البحث العلمي ورفع الوعي، وده اللي بنعمله مع حضراتكم وكل الناس بنحاول نرفع الوعي عشان نقول كل واحد يقدر يعمل ايه في مواجهه هذه الظاهره. يبقى عندنا كمان التكنولوجيا والمراكز البحوث تشتغل بحيث ان احنا ندعم البحث العلمي، هو اللي هيقول لنا على ايه الحاجات اللي ممكن نعملها علشان نقلل، والبحوث اللي تتعمل تطلع لنا محاصيل جديده وانواع جديده تتحمل درجات الحراره. مصر ايضا اصدرت السندات الخضراء بقيمه 750 مليون دولار، ودي بتهدف الى تمويل المشروعات صديقه البيئه وتشجيع الاستثمارات النظيفه. ولحضراتكم تشوفوا ان في مبادره حاليا اسمها المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء، هيختاروا 18 مشروع على مستوى محافظات الجمهوريه من كل افضل المشروعات، وهتقدم في كل 27 عشان المستثمرين اللي هيجوا يقدروا يمولوا هذه المشروعات. وده جهد كبير جدا، يمكن دي مبادره رائده لم تحدث من قبل في العالم، ان العالم يروح يلاقي مشروعات مطروحة للاستثمار في مصر، وده شيء جيد جدا وطالع من الناس، طالع من الجمعيات الاهليه وغيرها. مصر عملت كمان في اطار التكيف، عملت خريطه تشوف
ايه المناطق الاكثر تضررا من تغيرات المناخ لو حدث؟ يعني عندنا الشواطئ، عندنا الاماكن، فعملت على مستوى الجمهوريه خريطه مناخيه باهم المناطق اللي ممكن يبقى فيها مشاكل، وابتدت عشان تقول لمتخذ القرار تعمل ايه علشان تحمي. واقول لكم حاجه اتعملت فعلا بالفعل في مصر. الحاجه كمان الاتجاه نحو الطاقه البديله والمتجدده، زي ما قلت لحضراتكم مصر حاليا بتستخدم طاقه متجدده 20%، وان شاء الله خلال يمكن 10 سنوات هيبقى عندنا 42% في مصر طاقه جديده متجدده. الجميل في الامر ان مصر قدرت تخفض استهلاك الفحم بنسبه 62%، وده اتجاه كويس ماشي مع اتجاه العالم اللي هو الحد من استخدام الوقود الاحفوري الوقود الطاقه. قلنا الاستثمار في الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء اللي هي تفاعل الهيدروجين مع الهيدروجين، الهيدروجين موجود في الجو، لو قدرنا نخليه يتحد مع الهيدروجين بيطلع لنا غاز اسمه الامونيا، وده ايضا بيتخذ كوقود ايضا من الوقود الحاجات اللي هي الواعده. مصر ايضا في اطار التخفيف والتكيف عملت مشروع وسائل النقل المستدامه اللي هي ماشيين في خطوط جديده للمترو، وصلنا مش عارف المرحله السادسه والمرحله الخامسه والمرحله العاشره، كمان المونوريل اللي هو في العاصمه الاداريه والقطار الكهربائي عشان تقلل من استخدام السولار والحاجات دي كلها، وبالتالي احنا مصر ماشيه في هذا الموضوع بشكل كبير جدا. بحلول 2030 سوف يتم خفض التلوث من كل الاماكن اللي بتطلع في مصر بنسبة 50% من خلال التحكم في الملوثات الصناعية والحد من عوادم المركبات، وبتكلفة تقريبا 200 مليون دولار، وعاملين أكثر من 116 محطة لرصد على مستوى الجمهورية لرصد هذه التداعيات. كمان مصر عملت مبادرات زي فخامة الرئيس أطلق من عدة يمكن أسابيع مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة بإنحاء الجمهورية عشان استيعاب كثير من ثاني اكسيد الكربون، وانا بقول احنا لو قدرنا يعني نساعد في هذه المبادره بزراعه الاسطح، بزراعه بالبلكونات اللي عنده بلكونه يقدر يزرع فيها شجره، يبقى حاجه جميله جدا ان احنا بنساعد الدوله في هذا الاطار. طبعا خلي بالكم انه هتقولوا الميه هتيجي منين؟ عشان نروي الاشجار دي كلها. اتعمل شوف بعد شويه اتعمل المصرف بتاع بحر البقر، بنعمل له معالجه وتم افتتاحه بحيث ان الميه اللي طالعه بعد المعالجه تستخدم في هذه الاشجار الخشبيه. ايضا مصر عملت القانون الخاص باداره المخلفات، وده برنامج جديد لاداره المخلفات وفق معايير دوليه باستثمارات اكثر من 500 مليون جنيه دولار لتنفيذ المرحله وتحويل المخلفات كمان الى كهرباء، يعني هتحول المخلفات دي في اطار مشروع الى كهرباء. كمان في مشروعات بتتعمل في الغاز الحيوي تحويل المخلفات الحيويه، وزي ما عارفين الروس بتاع الماشيه والمخلفات الزراعيه لو اتعملت بطريقه معينه واتعمل لها كامر معين بتطلع غاز طبيعي، وابتدوا يعملوا دلوقتي تم تنفيذ 1732 وحده منزليه في الريف في 18 محافظه، بحيث يبقى الجهاز ده او التركيبه دي في البيوت ياخد منها شعله ويشغل بيها، وبالتالي الرواص هنا مش مسبب لنا مشكله، وبالعكس هو هيعمل لنا مشكله. من الاعمال اللي بقول لحضراتكم عليها في تنفيذ اعمال حمايه ب 210 كيلو من الشواطئ المصريه بتكلفه 4.2 مليار دولار مدار جنيه، بهدف التخفيف من التغيرات المناخيه، يعني ابتدى يحطوا مصدات على الشواطئ بحيث انه لو ارتفع مستوى البحر ما يخشش على منطقه اسكندريه، ودي من الاعمال اللي ماشيه فيها الدوله باستثمارات هائله جدا بحيث ان احنا نوقف تمدد الميه على الشواطئ وما تغرقش المناطق. اصل خبر سعيد جدا انه لهذه الحدود مصر تقدمت 5 مراكز في مجال مكافحه تغير المناخ، وتتقدم الترتيب على كل من الولايات المتحده
وتركيا وجنوب افريقيا محتله المركز رقم 21 سنه 2022 مقارنه بالمركز 26 2014. ده معناه ان احنا الحمد لله مصر ماشيه بخطوه كبيره جدا في هذا الملف، وان شاء الله نتمنى مزيد من هذه الاعمال. وعشان كده صندوق النقد الدولي قال ان اصدار مصر للسندات السياديه الخضراء بيدعم مبررات المناخ بما في ذلك الطاقه المتجدده والنقل الوظيفي اللي احنا قلناه، وعشان كده بتقول ده شهاده مين صندوق النقد الدولي ان بتقول لنا ان مصر من بين الدول التي بالفعل بذلت جهود للتكيف المناخي من خلال اقتصاد الارض. انا كده خلصت جهود مصر. في جهود بعض الدول بس انا مش عارف الوقت شكله ايه، يعني كفايه كده. ولو في اي اسئله انا تحت امركم، واشكركم جدا. اتفضل. هل الطاقه الشمسيه طاقه مستديمه ام غير مستديمه؟ لا، هي طاقه مستديمه طالما عندك الخلايا وعندك الماتيريال اللي تشتغل عليها. واحنا عندنا ليه في اسوان؟ اسوان درجه الحراره فيها عاليه طول السنه. يعني انت ممكن تبقى عندك مشكله لو انت عندك يعني ما عندكش شمس طول السنه. احنا عندنا تقريبا 90% من السنه شمس، وبالتالي وجود طاقه هذه في بلبان اختاروا هذه المنطقه اعلى طاقه شمسيه، وبالتالي كل التكلفه بتاعتها بتيجي من الخلايا. لو الخلايا ابتدت تقل سعرها او ده هنحصل على طاقه، بس المشكله في التكلفه الاقتصاديه. طب ممكن تطبق على سقف الرياح؟ طاقة الرياح عندنا في جبل السيف موجود عندنا برضه طاقة الرياح. طالما الرياح شغالة ما عندناش مشكلة. هي بقى لو حصل تغير في المناخ واتجاهات الرياح هي اللي مشكلة ممكن تأثر شوية. لكن زي ما قلت لحضراتكم العالم بيتجه إلى مصادر جديدة زي الهيدروجين والأمونيا وغيرها، بحيث إن يعني والكحول اللي سيلي ده برضه مصدر ثاني، بحيث إن هو ما يبقاش إن العالم بيركز على نوع واحد. بحيث يبقى في فرايتي ويتعمل دراسه جدول كل حاجه. خلي بالكم ان اي طاقه مستخدمه لها سعر بتاثر على المنتج. ما انت النهارده لو المصنع بيشتغل بطاقه بفلوس هتطلع منتج هتحط عليه فلوس، وبالتالي ده هيزود العبء على النسبه. فالعالم عمال بيفكر في الاشياء التي يمكن ان ينفذها ولكن بطريقه اسهل وطريقه غير مكلفه. اتفضل. تأثير تغير المناخ على الصحة العامة للشعوب، مصر قدمت إيه في المسألة دي؟ حضرتك ما ذكرتش أي حاجة عن الصحة. هي التداعيات على الصحة لم تحدث من بعد. يعني يمكن إحنا شايفين في اسكندرية ابتدت المية إيه؟ شوية بتزيد عن اللي كان راح ميامي زمان وراح ميامي دلوقتي هيحس إن اللي إيه؟ الميه ابتدت تقرب جدا من الشط. فدي تداعيات موجوده، فالدوله بتاخد انت عارف دايما ايه في استراتيجيه قصيره المدى واستراتيجيه طويله المدى. في المال دي حاجات كانت لها اولويه، لكن اتوقع طبعا انه بيقال انه خريطه الامراض سوف تختلف. ويمكن المثال المشهور انه الملاريا مش عندنا في مصر مثلا، او مش موجوده في المناطق المعتدله، موجوده في المناطق الاستوائيه الحاره. إذا تحررت الدول أو حدث لها احترار سوف ننتقل هذا المرض إلى هذه المناطق، وبالتالي حتى الآن لم يحدث هذا، وبالتالي يمكن يعني في أولويات. لكن طبعاً الدولة عارفة ومخططة ممكن مثلاً توفر بقى التطعيمات الخاصة بهذه الأمراض يعني مستقبلاً. درجة الحرارة بتأثر على تحول الجيني للفيروسات؟ هي مش فكره التحول الجيني، هي فكره انتقاله من مكان لمكان. لكن التحور ده بيحدث بشكل طبيعي، يعني الكورونا ده هو اصلا موجود ولكن دي تحورات حدثت. هل درجه الحراره بتاثر؟ لا، ممكن درجه الحراره ما بتاثرش، ممكن هو بطبيعه الحال. يعني حضرتك لو تفتكر ان الكورونا جات لنا في كل فصول السنه، في شتاء وفي صيف، احنا كنا متخيلين اول الصيف ما هيجي هتبص لها خلاص راح، لكن اشتغلت. فده مش يعني التحور هنا مش كان في نسبه الشتاء غير نسبه الصيف. يعني احنا يمكن ما حسيناش بالفرق قوي، لكن في كل الاحوال ما هوش الفاكتور الاساسي. هو الفيروس مشكلته ان هو مش ماده حيه، ده هي خليه بروتينيه.
بتقدر تغير من شكلها. هو كانوا زمان بالمناسبه يقول لك الفيروس ما يشتغلش بعد 28 درجه حراره يعني يموت. المشكله كانت ايه؟ كنا بنقول ايه في الصيف؟ المشكله احنا ما بيجيلناش انفلونزا في الصيف. ليه؟ الانفلونزا العاديه ده فيروس، وبالتالي بتلاقي ان هو ما بيشتغلش في درجات الحراره بعد 28. لكن اتضح ان في فيروسات لها القدره على اللي هي تشتغل كمان بعد 28، وده اللي احنا شفناه مع فيروس كورونا. قريت دي بحث حصل تقولوا لي اسكوب باسئله قريت دي بحث حصل ان الدكتوره بتقول ان في اسكندريه بعد مده معينه تختفي، هل دي حقيقه؟ لا مش هتختفي ان شاء الله، ومش حاجه تختفي. اللي يقول لك الدلتا هتختفي واسكندريه هتختفي، يا جماعه زي ما بقول لحضراتكم العالم ما ده اللي احنا يعني حضرتك شفت ان معمول دلوقتي شغل على 210 من طول الشاطئ، ده معناه ان الدول مش هتستنى يعني لما تحدث هذه التداعيات. الدولة الشاطرة هي اللي تبتدي قبل ما يحدث الكارثة. الدولة الشاطرة اللي بتخطط، وده اللي احنا عرضناه في بلدنا، ان مصر فعلا يعني شغالة في كل المحاور وشغالة بشكل جيد جدا. آخر سؤال؟ مفيش؟ طيب بشكر حضرتكم جدا وتمنياتي بقية الزملاء بالتوفيق، شكرا. كل شكر التقدير للقامه الاعلاميه الكبيره الاستاذ الدكتور عبد الحميد سمعان، اللي دايما بيسري استاذ الغرام افكاره، ويمكن مواضيع البيئه يمكن تكون شهيده لكن حضرتك نورت بصيرتنا بقول كتير جدا في البيئه اللي هي كل المجتمع اللي احنا عايشين. شكرا دكتور، وده هيخلينا باذن الله ندخل معاك معارضات ثانيه كتيره، فاكون استاذك راحب معانا. طبعا بنشكر الاستاذ احمد عثمان اللي هو ساب لجان مهمه جدا في المؤسسه وجانا، مشكور على الكلمه اللي قالها. وحاليا معانا بقى محاضره قيمه للبشمهندس اسماعيل هناوي المدير العام التصنيف العمالي منطقه القاهره، ومدير وعميد معهد سنه وساعه مدنيه في القاهره. تفضل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم في لجنه السلام والصحه المهنيه، مع حضراتكم في سياسه عبد الحميد حميد معنا السلام والصحه المهنيه سابقا ومن المؤسسه الثقافيه المهنيه حاليا. أنا طبعا بتقدم بجزيل الشكر للقائمين على الندوة، اختصاريا بتقدم بجزيل الشكر للسادة. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده هو نوع من أنواع التلوث وهو الإشعاع. لما بنيجي نتكلم عن الإشعاع، من أخطر مخاطر التلوث البيئي هو الإشعاع. ليه الإشعاع أخطر أنواع المخاطر؟ أولا الإشعاع على يورا، هل في حد بيشوفه؟ لا يحس. والخطورة الجاية من الإشعاع نتيجة هذه السرنج. الإشعاع عندنا نوعين من الإشعاع عمالي. عندنا إما إشعاع معين إما إشعاع غير معين. الإشعاع المعين ده إما موجات إما جسيمية. موجات زي الإكس راي والجاما راي وجسيمات زي جسيمات ألفا وبيتا. وده مش موضوع. اللي هنتكلم عنه هو الإشعاع غير معين. الإشعاع الغير معين بيبدأ هي بنقول عليه موجات كهرومغناطيسية. ودي بتبقى موجات تسمى موجات الراديو، راديو ويفز. موجات الراديو بتصدر في ايه؟ عامة موجات الراديو بتصدر في اجهزة البث الاذاعي والتلفزيون. بس؟ لا، موجات الراديو بتصدر في السماعات بليتوث. موجات الراديو بتصدر في الراوتر في الواي فاي. ودي الطاقة بتاعتها عالية ولا ضعيفة؟ ضعيفة. لكن احنا عارفين ان المراعات الاشعاعية هي مراعات تراكمية. يعني ايه تراكمية؟ يعني لو حضرتك النهارده طلعت الجرعة بعد اسبوع اتعرضت لجرعه ثانيه وتضاف الجرعه الى الجرعه الايه؟ الثانيه. لذلك بيقولوا من اخطر انواع المخاطر هو الاشعاع. طيب قلنا موجات الراديو هي موجات ضعيفه التاثير ولكنها موجات تراكميه. ومعنى كده لو انا تعرضت للراوتر فتره طويله هل هيبقى ليه تاثير ولا ملوش؟ هيبقى ليه تاثير. عشان كده بيقول ممنوع منعا باتا ان انا حضرتك احط الراوتر في اوضه النوم او في اوضه الاطفال. غلط، مش صح. الراوتر في الراس اما في الريسبشن. الطاقه تعلى شويه كمان تطلع من الموجات وهي الموجات المايكروويف والانفراريد. الطاقه عاليه بيبقى لها تاثير. تاثير الطاقه في هذه المرحله هو تاثير حراري. يعني ايه تاثير حراري؟ يعني حضرتك لما تمسك الموبايل تتكلم فيه فتره طويله المنطقه دي هيحصل لها ايه؟ هتسخن. طب هل دي تسخن وده مش هيسخن؟ هيسخن. يبقى مع مرور الزمن وشابط يصاب الشخص بالبؤره الصديديه عليه. بس لا، ده موجات التليفون محمول تاثيرها حراري وبالتالي مع مرور الوقت تؤثر على الايه؟ على الايه؟ تؤدي لعتامه الايه؟ بس لا، موجات التليفون محمول بتؤدي للزهايمر. بس لا، موجات التليفون محمول بتاثر على الدي ان ايه؟ فتؤدي لتشوه الاجهزه. واضح؟ عشان كده بنقول يا جماعه اقصى مؤثر ده للمحمول لا تتعدى الست دقائق يوميا. لا هو معلش يا جماعه بس عايز اوضح نقطه. هل احنا دول ماشي انت هو محمود؟ كان الشغل ماشي ولا مش ماشي؟ يا ما حدش يقول لي الشغل. طب التليفون محمود ده تطوير ليه اساسا؟ تطوير ليه؟ التليفون محمود ده تطوير لجهاز ايه؟ لا ولا لاسلكي. ده جهاز ظهر فتره ما كانش له غير الكيم بس. يا جراح معين يا مهندس حاج معين ما تصورش بيحصل كارثه. انا انتجنا. طب لا قدر الله في مشكله واتصل بالراجل وظهر الرقم عنده لكن المكان اللي فيه ما فيهوش تليفون ارض. يحصل ايه؟ يحصل كارثه. فبدا يطور من هذا الجهاز لنوصل للتليفون المحمول. يبقى الهدف من التليفون المحمول هو ايه؟ النداء العاجل والطارئ فقط لا غير. اللي طلع التليفون المحمول نفسه قال لك وحش التليفون جنبك وانت نايم. ليه؟ لانه هيبقى ليه تاثير على ايه؟ المخ. طب لما احط التليفون المحمول على ودني فتره طويله هيبقى تاثيره ايه؟ عشان لازم يكون الموبايل بعيد عني، بعيد عني مسافه قد ايه؟ المتر. طب تليفون اسمه تليفون اسمه ما خدوا بالكم يا جماعه. احنا بنيجي نروح نشتري موبايل، نشتري بناء على ايه؟ امكانيات. امكانيات سرعه العمل عليه. بس ده المتاح. كل واحد حسب الامكانيات اللي عايزها فيه يعني. يعني الكاميرا،
صوت خلف تخزين. الجودة ازاي يعني؟ يعني يعيش ولا ما يعيش؟ طب وتحسيناته الصحية؟ ممكن في حالة واحدة بس لو واحد مثلا مصر ضعيف شوية تليفون النقطة مثل السامسونج مثل النقطة مثل الايفون غلو التليفون مش بالاوبشن بتاعه غلو التليفون مش بالاوبشن بتاعه غلو التليفون بالاس اي ار بتاعه بمعدل امتصاص النووي للاشعاع معدل امتصاص النووي للاشعاع ده دوليا يعني بعض الدول بيبدا من 2 وات على كيلو تليفون كيلو كيلو 2 وات لكل كيلو جرام من 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 جسم الشخص يبقى اذا لما اجي اشيل الموبايل لازم اول حاجه اكشف على الاس ار بتاعي بعض الدول زي المانيا بدات ما نزلتش عن 2 وات بعض الدول زي امريكا كانت 1.6 يبقى في الحاله دي كل ما بيقل المعامل الامتصاص النووي للاشعاع كل ما بيكون خطوره الموبايل بيقل معنى كده ان واحد زي حالاتي لما يجي يستخدم انا بستخدم موبايل فترات طويله بس ده ما بيفرقش معايا ليه؟ عشان كنت عامل معاد السلامه بص يا جماعه المشكله مش فيها ليه؟ الموجات دي موجات غير معينه معنى ايه غير معينه؟ تظهر اعراض خلال قد ايه؟ 25 30 سنه في مفهوم اللي زي حالات كبير وكبير يا اما في الطراز بيتشمس يا اما تكعب يبقى المشكله مش فينا المشكله في كي جي 1 وكي جي 2 اللي بنبقى محمول يوصل لمرحله الجامعه منتهيه التليفون محمول اخطر ما يمكن الدول المتقدمه دلوقتي بتقول لك الشخص اقل من 18 سنه ما يستخدمش تليفون محمول مع الدول خليتها 21 سنه واحنا ما شاء الله اول ما طفل من الكويت نيجي نجيب له موبايل بس المصيبه طب ليه الطفل اكثر تعصب؟ اولا في حاجتين عندي او ثلاث حاجات بيتحكموا عندي في تاثير هذه الموجات الكهرومغناطيسيه على الشخص هما واحد اضطرابي اثنين الطاقه ثلاثه زمن التعرض كل ما بيزيد زمن التعرض كل ما بيزيد الخطوره بس كده لا تاثير كمان بيبقى على الجمجمه جمجمه الطفل العظام بتاعت الجمجمه عنده بتبقى ضعيفه ليه؟ ولذلك معدل الاختراق بتاع الاشعاع بيبقى اكتر يبقى اذا كل ما الطفل كل ما السن ما يقل كل ما الخطوره يحصل لها ايه؟ تزيد طب لو الطفل عندي عايز الموبايل حد يدور لا لا اديه الموبايل بس اعمله موبايل متصل بالشعر بوضع الكهرباء ما يبقاش تليفون محمول طب لو عايز يلعب على النت يلعب على الراب من اخطر ما يمكن ان الموبايل يبقى معاه او الموبايل مع الطفل يكون في اي شيء شغال. طيب في طبعا ابحاث كتير عشان الوقت في ابحاث كتير طبعا اتكلمت عن مخاطر التليفون المحمول لكن للاسف لم تنشر كتير منها لم ينشر طيب عشان استخدم التليفون المحمول استخدام كامل اولا عندي مجموعه حاجات اولا الطاقه التردد مش كده تاني حاجه عندي زمن التعرض انا اقدر اتحكم في التردد لا طب الطاقه اقدر اتحكم فيها ازاي لان شده الطاقه دي هتتغير نسبيا عكسيا مع المسافه يعني لما اجي اقرب كل ما اقرب للتليفون المحمول كل ما تقل الخطورة بتاعته بالجهاز التربية يبقى لازم الموبايل يبقى شوية منه عندي زمن التعرض كل ما قل من زمن التعرض كل ما تقل الايه؟ الخطورة واضح؟ برضه بالنسبة للطاقة الموبايل بيشتغل بأقصى طاقة امتى؟ في حالتين لو بيتنقل من برج لبرج يبقى إذا ما استخدمش الموبايل وأنا راكب عربية تاني حاجة لما يكون البطارية بتاعة الشبكة موجودة عندي ضعيفة على الموبايل يبقى في حالتي ما استخدمش الموبايل ليه؟ لأن الموبايل هيشتغل بأقصى طاقة ليه وخطورته هتزيد.
عشان كده هتبص تلاقي التليفونات العالية أو اللي فيها سيفتي عالية مجرد ما الشبكة تقل الموبايل يعمل إيه؟ يفصل الشبكة أوتوماتي. ده مش عارف الموبايل. لا، ده سيفتي عالي جدا في الموبايل. الموبايل ما ينفعش أحطه في جيبي. لأن هو ليه تأثير، لازم الموبايل يكون بعيد عني، طب بعيد عني إزاي؟ أحطه في شنطة. لما أجي أتكلم عن الموبايل أكلم عن طريق سماعة، ما أتكلمش بالموبايل مباشرة. اللي بيحط الموبايل تحت السيدات اللي بيحط الموبايل تحت الطرح بالاخضر بينهم لازم يكون في مسافه ما بين الموبايل وبين جسم الشخص نفسه. طيب. اتفرج على الفيلم ده مع بعض ونرجع.
نرجع للموضوع الثاني بالنسبه لأبراج التليفون المحمول. ما هي اشتراطات السلامه لأبراج التليفون المحمول؟ اشتراط السلامه لأي برج تليفون محمول اصولا لا يقل ارتفاع البرج قاعدة البرج عن اول سقف قابلها في محيط دايره 5 قطرها 25 متر لا يقل عن 6 متر. طيب هل المشكله عشان موجات الميكرويف؟ لا. البرج التليفون المحمول لما بيجي ينتج هذه الموجات ايه اللي بيحصل؟ بيتكون حوالين البرج الكتروماجنتيك فيلد مجالات كهرومغناطيسيه عاليه. هذه المجالات الكهرومغناطيسيه بتؤدي الى تأين جزيئات الميه اللي موجوده في الجسم. جزيئات الميه لما بتتأين بترجع تتحد بتركيب جديد وتشكيل جديد تؤدي الى تشوه الخليه، تؤدي الى لوكيميا الدم، الى سرطان الدم. مش ابراج التليفون المحمول بس، ده حدود القوه الفائق والعالي والمتوسط. عشان شركة الكهرباء عندها حاجة اسمها حرم مباني. إيه حرم المباني ده؟ قال لك لو البعد الفائق بيمر من مكان ممنوع منعًا باتًا البنى في مسافة تقل عن 25 متر. طب ولو عالي 13 متر والمتوسط 9 متر. ده بالنسبة لأفران الميكرويف. بالنسبة لأفران الميكرويف، هل أفران الميكرويف مضرة بالأكل ولا غير مضرة بالأكل؟ أولًا. تفرق؟ أولاً موجات الميكروويف غير مضرة بالأكل، واحد يقول لي ليه؟ قلنا إن موجات الميكروويف موجات غير معينة فمش هتهين جزيئات الأكل. كل اللي يحصل إن الموجات دي هتسقط على جزيئات، الجزيئات هتمتصها. طب الجزيئات لما تمتصها، الجزيئات نفسها في حالة فايبريشن، في حالة اهتزاز. لما تيجي تمتص الطاقة دي اللي مش هتقدر تحتفظ بيها، فعشان تفقدها هتفقدها على هيئة كاينتيك انرجي طاقة حركة. فالفايبريشن بتاع الجزيئة يحصل له ايه؟ يزيد فيتولد الحرارة فالأكل يسخن. يبقى هي غير مضرة. طب ليه إن أنا أقول لك أسخن في الميكروويف وما أسويش فيه؟ لأن كمية الطاقة الحرارية الناتجة عن أفران الميكروويف غير كافية لقتل الميكروويف. طب هل معنى كده فرن ده مايكروويف مفيش خطوره؟ لا، في خطوره. ايه خطوره افران الميكروويف؟ هل ده جاي فرن مطابق ولا غير مطابق؟ تفرق؟ تفرق. ما انا مش هجيب فرن ب 2000 جنيه من اللي معمول تحت السلم واقارنه بفرن مطابق ثمنه 5-6000 جنيه. ايه الفرق؟ الفرق ايه؟ الاثنين بيساووا نفس الزمن، نفس التسويه، ده الاوبشن بتاع ده 2000 جنيه اغلى، احسن، افضل. ليه؟ أو المطابق للمواصفات بيبقى في قلبيه فلاتر، فمش هعرف موجات على الشخص اللي واقف قصادي. الغير مطابق هيبقى ما فيهوش فلاتر، فبالتالي هيعرف موجات فيسبب ضرر للشخص اللي واقف قصادي. واضح؟ طب المسافة الأمان للتليفون المحمول، لو أنا معايا تليفون محمول، أحدد المسافة الأمان بتاعته إزاي؟ عن طريق إيه؟ أولا التليفون المحمول بيشتغل بموجات مايكروويف. لما أجي أقربه من جهاز الراديو والتلفزيون، جهاز الراديو والتلفزيون بيشتغل بموجات راديو. موجات المايكروويف هتأثر على موجات الراديو، فيحصل إيه؟ زبزب. أتحرك لحد الزبزبة دي ولا تنقطع؟ مجرد ما تنقطع يبقى إيه هي المسافة الآمنة؟ قول لي اللهم بلغت، اللهم فشل. يكتفي بهذا القدر ونشكركم بحسن الاستماع. اس اي ار. بص حضرتك، يا اما هتلاقيه في الكتالوج، ما كانش كده ادخل على النت اكتب الاس اي ار واكتب نوع الموبايل هيجيب لك القيمه بتاعته قد ايه. كل ما تقل كل ما بقى، يعني هو بيبدا من 2. في موبايلات نزل دلوقتي ب 98 مثلا، في اقل من كده. كل ما تقل اس اي ار، كل ما يقل امتص النوع، كل ما يزيد ما يعتبر سيفتي. الشكل الجديد ده انه في البيوت بدات الناس تعترض ان ده مشاكل
وان كانت برضه ما زالت مستمره مع تخفيف شويه من المعايير اللي كانت بتتم وضعها. المخيل اللي بيتحط في الحدائق العامه وفي بعض الاماكن وبنلاقيه في كل مكان حوالينا، هل ده نوع من المحطات الامنه نسبيا ولا هو نفس لا هو لما عمل موضوع النخيل ده لسبب. يعني حضرتك لو نزلنا شرم الشيخ مش هنلاقي فندق واحد عليه شبكه تليفون مخدوم. ليه؟ لان الشركه اللي هي بتجيب السياحين او بتتعاقد بتبعت الاول مجموعه من السيفتي من عندها. لو المبنى عليه برج تليفون محمول ما يتعاقدش معاها. عشان كده بدا يعمل موضوع الايه؟ النخيل. اولا ارتفاعه عالي، ثانيا بيبقى فيه مجال حواليه. بالنسبه للشرطات بقى، لو بصينا احنا اول ما نزلت شبكات التليفون محمول مصر او التليفون لما بدا يشتغل كان بيعمل ايه؟ بيروح يتفق مع مبنى معين ويدفع مبلغ معين ويجي يروح حاطط البرج فوق مباشره. السكان اللي كانت تحت البرج مباشره ده ادى الى ايه؟ الى اللوكيميا الدمي. عشان كده لو ظهر فتره كان بابه في الاذاعات والكلام دوت بعض الاشخاص بيجيبوا يحطوا عليهم المفك كان بينور. ليه؟ نتيجه تعرضهم للمجالات الكهرومغناطيسيه. فبدا الاشتراطات ان هو يعمل ايه دلوقتي؟ عشان يحط برج تليفون محمول على سقف لازم يسيب دورين فاضيين على اساس ان هو يحقق السته ايه؟ متر. هو للاسف هو بيحقق السته متر دلوقتي لكن الدائر المحيط حواليه ما بيحققش سته متر. الشرط اللي بعد كده استخدامنا مع الموبايل هل السماعه ممكن تقل شويه ولا تقل؟ بس المهم الموبايل اتحط فيه ايه؟ اه ممكن في ايدك ماشي انما ما تحطش في ايدك. وبالنسبه برضه السماعات هل افضل السماعات فلوس ولا سلك؟ والله بص الاثنين خلي بالك ليهم خطوره بس الخطوره بتقل ازاي؟ انت بتستخدم السماعه سلك تمام؟ المشكله ان السلك ده او الواير بيتكون حواليه الكتروماجنتيك فيلد فليه تاثير ضعيف. لو استخدمت السماعه بيوتوكس دي موجات راديو ليها تاثير ضعيف. انا كل عمليه المشكله عندي ايه؟ اسهل حته تتاثر ايه؟ فين المخ؟ لذلك انا لازم ابعد الكلام ده عن الايه؟ عن المخ. فبالتالي فنزلت سماعات الفتره الاخيره دي اسمها سماعات تيوب. ايه سماعات التيوب ديت؟ هي عباره عن وحده بلوتوث بتبقى راكبه. وحده البلوتوث ديت هي نفسها وحده ايه؟ صوت. طب الصوت اتنقل من وحده البلوتوث للاذن عن طريق ايه؟ عن طريق تيوب زي سماعه الطبيب كده. فبالتالي انا نقلت الموجات الكهرومغناطيسيه بعدتها عن الدماغ هي نزلت تحت. طبعا مريض القلب والكلام ده ما كل الشكر للبشمهندس اسماعيل النووي. طبعا بقول لك لعبتنا بموضوع التليفون واعتقد السيدات مش هيبتدوا يطبخوا في التليفونات بعد كده بعد اللي حصل دوت. اشكرك يا بشمهندس وطبعا لينا لقاءات ثانيه متعدده شكرا جزيلا ليك. حاليا بقى احنا عرفنا بقى المناطق الخضراء والمناطق الزرقاء وعرفنا كتير قوي عن حمايه البيئه. النهارده معانا المحاضره مع الاستاذ دكتور محمود بكر مدير تحرير الاراضي الرجلي واحد الساده المهتمين بحمايه الدوله الاستاذ مصطفى عامل نقل في المؤسسه في البلاد. اشكرك يا فندم واتفضل الميكروفون عزيزي. شرم الشيخ هي هتكون مركزه على ثلاث محاور اساسيه. المحور الاول المفاوضات الخاصه بالمناخ، هيبقى في مفاوضات لكل دول العالم خاصه بقضيه تغير المناخ وظاهره تغير المناخ. ثاني حاجه المحور الثاني المبادرات اللي هيتم اطلاقها خلال المؤتمر. وبعد كده المحور الثالث اللي هي الايام غير الرسميه للمؤتمر اللي هي هتتم في المنطقه الخضراء. طيب المحور الاول يعني الرئاسه المصريه هتركز فيها ان يبقى في توازن ما بين التخفيف والتكيف والمشروعات الخاصه بيهم علشان يوصلوا الى هدف عالمي
يخرجوا به بتوصيات مفيدة لكل دول العالم، وخاصة تمويل ما يسمى بالخسائر والأضرار للدول المتضررة. بالنسبة للمحور الثاني المبادرات، هتضم عدد كبير من المبادرات زي الانتقال العادل للطاقة والمبادرات الخاصة بالزراعة وبالأمن الغذائي والأمن المائي ومبادرة المدن المستدامة. ده إلى جانب في مبادرة مهمة جدا خاصة بأفريقيا كلها اللي هي تسمى المخلفات 50، يعني معناها إن إحنا في 2050 بدل ما الدول الإفريقية تريد تدوير 10% فقط من المخلفات بتاعتها، إن إحنا نستهدف خلال ما نوصل 2050 إن إحنا ندور 50% من مخلفات الدول الإفريقية كلها. طيب برضو عندنا مبادرات خاصة بالمرأة وبالشباب وفي تنوع ايديولوجي، يعني إحنا في 2018 كان عندنا مؤتمر العالمي او كوب 14 في شرم الشيخ، برضو كان ده بيتعمل كل سنتين عن التنوع الايديولوجي، واطلق وقتها اطلقت القياس المصريه الربط ما بين اتفاقيات التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، وده ان شاء الله هيتم نشاطه بعد هذه المبادره في شرم الشيخ، وتستمر علشان يكملوا الاتفاقية في كندا في ديسمبر القادم. أنا مش عايز أطول عليكم، يعني أقول لكم بعض أرقام سريعة خاصة بتغيرات المناخ. يعني الدول الإفريقية نسبة مساهمتها في الانبعاثات العالمية هي 4% فقط، ومع ذلك هي أكثر الدول المتضررة من تغير المناخ. هنلاقي إن بيعيش 20% من سكان أفريقيا دلوقتي في أكثر من 10 دول أفريقية متأثرين بالمناخ، يعني بين سنة 2010 وسنة 2022 عدد الأفارقة المتضررين من تغير من الجفاف وصل 173 مليون متضرر، واللي متضررين من الفيضانات 43 مليون. تغير المناخ برضه من المتوقع ان هو هيدفع 78 مليون شخص اضافي، يعني غير ان هم بيعانوا من الجوع الى الجوع المزمن حتى عام 2050. عايز اقول ان المتوقع برضه ان الدول الافريقيه هتشهد تهجير هجره للسكان توصل 85 مليون شخص، اي ما يعادل 4.2% من سكان القاره بسبب تداعيات تغير المناخ. ببساطه جدا المنطقتين الخضراء والمنطقه الزرقاء والمنطقه الخضراء، المنطقه الزرقاء يعني احنا بنسمع عنها كتير لكن مش عارفين ايه تفاصيلها. المنطقه الزرقاء دي اللي هتشهد المفاوضات وتشهد الاتفاقيات والقرارات والتوصيات، ودي ما بيقدرش يدخلها الا اللي بيكون حاصل على موافقه مسبقه من اليو ان من الامم المتحده علشان يقدر يدخل هذه المنطقه. اما المنطقه الخضراء دي بتبقى كانت المنطقه الزرقاء، وعشان كده عملوها في حديقه السلام في شرم الشيخ. وطبعا العدد هيفوق 30,000 مشارك في المؤتمر، ممكن يوصل 40,000، فالعدد هيبقى كبير جدا. ففي تجهيزات فنيه ولوجستيه وتقنيه موجوده في المنطقه الزرقاء وايضا في المنطقه الخضراء. المنطقه الخضراء هيتم فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والازياء والاكلات والمشروعات بتاعت الجمعيات الاهليه، هيبقى فيها مفتوحه لكل الجمهور، اي حد يقدر يدخلها، واي حد هيبقى فيها بقى جلسات جانبيه وممكن يجوا في المنطقه الزرقاء يحضروا فيها. عايز اقول لكم اهم محطتين في قضيه ظاهره تغير المناخ كانت في سنة 92 لما كان في قمة الأرض،
في ريو دي جانيرو عملوا حاجة اسمها اتفاقية كيوتو كانت علشان هذه المشكلة وكان وقع عليها 154 دولة. جت المحطة الأهم والأقوى الثانية كانت اتفاقية باريس اللي وقع فيها 197 دولة إن هم قالوا لابد إن احنا ما نوصلش لـ2 درجة مئوية ونحاول إن احنا نبقى ساكتين عند درجة ونص مئوية في ارتفاع درجة الحرارة وإن هم يلزموا الدول المسببة للانبعاثات الاحتباس الحراري بإن هم يمدوا الدول النامية أو المتأثرة بمئة مليار دولار وده اللي بنتمنى إن يكون مؤتمرنا السنوي مؤتمر تنفيذ لهذه القرارات ونطلع بقرارات مهمة. يعني السنة الوحيدة اللي ما تمش فيها هذا المؤتمر كانت سنة 2020 بسبب فيروس كورونا يعني احنا السنة 27 كان المفروض يبقى 28 هتعمل العام القادم في الامارات ودبي. نتمنى ان احنا المؤتمر بتاعنا ان شاء الله يكون مؤتمر تنفيذي نطلع بقرارات مفيده لدول العالم كلها وما يكونش متراخي مع الدول المسببه لغازات الاحتباس الحراري. انا اشكركم وانا عارف ان انتم تعبتوا من كم المعلومات موجود النهارده لكن يا رب تكونوا استفدتوا ان شاء الله من وجودنا النهارده ونشوفكم في ندوات اخرى جديده. بنشكر المجلس المجلس الثقافي على وزاره الثقافه على دعمها للانشطه بتاعتنا في الاهرام. نشكر الدكتور عبد المسيح نشكر الدكتور اسماعيل نشكر جميع الحضور نشكر الاستاذ عبد المحسن السلامه ونتمنى ان احنا نشوفكم في نشكر ضيوفنا من المجلس الاعلى للثقافه اللي شرفونا النهارده الاستاذه ساره وزملائها نشكركم جميعا ونلقاكم على خير ان شاء الله.